وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم بيغمبر بجي صلى الله عليه وسلم أجا خو موسى عليه الصلاة والسلام يصابه ونافن قدابه ما حل له إلا أن يتبعني خوشي ندبو بموسى عليه الصلاة والسلام دي شريعة خوبشي طبعا دين إيكا عقيدة إيكا بروبور إيكا إن الدين عند الله الإسلام إيك عقيدة هاش وقت آدم عليه الصلاة والسلام أتا محمد صلى الله عليه وسلم إيك عقيدة إيك دينة أوه فرق ما بين بيغمبر عليه الصلاة والسلام شريعة وها نواجيا مو يجيا ويفلا دي شطف هيدا كرن أوه فرق يد إيرا دو هاي بيغمبر بجي صلى الله عليه وسلم كموسى شصاب دو هيد نواجي وكي مكان داروجي وكي مقريد لزكاة وكي مدد هر عملك وهر شريعتك يابو دو وكي مكان دي چه نچو دي تورات نچو و دوی شریعتی نچو او رب العالمینی بوناتی مادم موسی علیه صلاة و سلام اکه صابتی و دی پیغمبری هاد بو صلی الله علیه و سلام چوشک تیدانیه جیش تیوی همو حتی بین سر حقیه و راستی تیوی چه بکن تیوی ایمان پیغمبری بین صلی الله علیه و سلام و دی پیغمبری بین تیوی او دیمه بین نه ام دیواب چین و تیوی او ما بكنا قدوة وبيشوا وبصرمان وإسلام بكنا قدوة وبيشوا يدخل دي إسلام بچن ودي بصرمان بچن نا بصرمان چن چب كان خوكيم كان وديواب چن نا بصرمان نوكا ونيا بشتي رب العالميني قدرترين پیغمبر بمفريكري راسترين وحقترين وماصرين كتاب بمفريكري كقرآن دين إسلام بمفريكري أمراب ونيا وانا بيلين وبچين قانون اتوا والجرين ودي قانون اتوا بچين مخالف شريعتي وچين اشتوا والجرين بخو عادة اتوا مخالف شريعتي ويدخلت ودي عادة اتوا بچين راستي افضل ضلالته وفا چون دل سرقاكي سرقا حقيقة وسرقا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وسر سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس با پیغمبر شيگوتي صلى الله عليه وسلم ونيا هنك پشتی من دي سنة جيو فلاچن حتى والتين هر شولك اوت كان هنگش ده كان بي هند سح كانه كو اوه موافقة دل شريعتي دل اسلامي اونا يه رب العالمين كيف بيتت اونا يه موافقة دل عادت و تقاليد بصرمان و اسلامي اونا بس مجرد ونيا تقليد الأعمى يعني تو شوفت خو دقيري ودخو كوركي وددي واشي وسحناك يشتكى يباشا يخرابا رب العالمين كيف بتت رب العالمين كيف بناهت بو دنيا ما خرابيت دهيا أن باشيت دهيا بو أخلاق ما بو بتشيكت ما بو جنت ما بو كشت ما بو كرت ما بو باجرت ما أوانا باشيت ده وخرابيت ده شوش تعمو سحناك هنا بس مجرد شو كين بس مجرد امي تخليلت يعني طبعا شوش كتاني اما قلق قلقا چيا قلقا خلطا وام قلق دي بيضال بين برهندش پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيد هكا خو او بشنا كنا بزن مشكاكي بجيد هندك البصرمانش دي هنده چنا تيدا يتبو چيا تيدا بودي چيا تيدا ولو بواتكن خلق ولو غربي واتكن فلان حلقي واتكن فلان فيلم ميديتي واتكن امي جدي باكين هفا ديفتونا كيا دیفچونا جیفلا و دیفچونا ضلالتیا و سبب کمروفش بشه دبید سبب مروف بیضال ببید ام رب العالمینی ام دانای چه بصرمان و اسلام و بصرمانی دانای چه ام یسر حقیه و راسیه تیوی او دیمه بین نه ام چه بکین نه ام تنازل الحقیه خوب بکین و بچین دی چه بچین دی باطلی بچین